اي كوب هيك فاجئك اكثر شيء حسيت انه ورد الخال؟ ورد الخال ورد الخال حلو. بشو فاجئوك؟ فاجئوني قديش صريحين يوري مرقده والفت مدامته كمان كانوا كثير صريحين، وحلقه كمان جو اشقر مع جريس مدامته يعني لانه صعب، هو صعب يعني اعترافات زوجيه كثير صعب، لكن مش بالسهل تقنعي كابل يطلع يحكي تجربته الخاصه بالزواج بالارتباط او بالانفصال حتى صحيح. او اي عقبه يمكن مرت فيه بحياته، خاصه انه معروفين ومشاهير والعالم يمكن ما بتعرف تفاصيل حياتهم بالبيت. صح اللي حلو واللي انبسطنا فيه بأول موسم من هالبرنامج انه الناس مش بس كانت عم تنبش على الاكشن، يعني انا ببرامجي السابقه كان في سكوب، انت طلعت حكيت عن فلان طلع رد عليه برر موقف، لا بالاعترافات كانت في اشياء عم بتصير بشكل عفوي، وكان في اشياء نحن تفاجئنا فيها لما نقعد نحكي مع بعضنا انه هدول الضيوف كيف عملوا ريتنج هالقد، ما كنا متوقعين. اوقات في فخامه الاسم او فخامه الحضور بتكفي، حشريه الناس يعرفوا مين الشريك او فخامه المقدمه. فخامه المقدمه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ثانك يو حبيبي ميرسي. بتسألي كل الضيوف عن خبايا الحب بقلبهم، أنا هلا عندي برنامج اعترافات زوجية، إذا أنت ضيفتي شو أول اعتراف تعترفي فيه؟ أنا ما كتير حدا سبايسي، يعني أنا حدا سبايسي، أنا بخلق سبايسز بحلقتي، بس أنا إذا بجي بهيك نوعية من البرامج ما كتير بتقدر أنت بتطلع سبايسز، بس ما بتحب حدا يطلع منك ولا سبايسز، لأنه كمان حياتي مش هالقد دسمة فيها، إنه في محلات إنه بتضل كتير برايفت، بتبقى برايفت، أنا ما بحب أحكي فيها لسبب أو لآخر بتحفظ عنهم، بس إنه بجي بقول لك يمكن شيء كتير هيك بسأل، أحلى شيء بالزواج بنتي.